السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ عساكم طيبين مبسوطين مستانسين. أخوكم ركام وقناتكم جيمز بن هنتر، حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة توتال وور روما 2 الاستراتيجية، إضافة إمباير ديفايدد، انقسام الإمبراطورية الرومانية. أعزائي المشاهدين، الحلقة رقم 24 من سلسلة تختيم بقيادة الملكة زينب، أو خلينا نقول The Empress بالإنجليزي، يعني الإمبراطورة زينب. من الحلقة اللي راحت أعزائي المشاهدين تحولنا إلى إمبراطورية، الشيء هذا يعني يسمح بوجود أحزاب سياسية أكثر من أول. لو لاحظنا في نهاية الحلقة السابقة أو قرب نهايتها صار عندنا الحزب أو الأسر اليهودية والأسر السيرينية، اللي هي تقريبا أسر يعني بادية من بادية الفرس أتوقع، وعندنا الأسر اللاتينية اللي هي الأصل في مملكة أو إمبراطورية تدمر أعزائي المشاهدين. فصار عندنا الإمبراطورة زينب أعزائي المشاهدين، نظام الحكم إمبراطوري. ويمكن ملاحظين الاسم تغير للحلقات، صار يبدأ بإمبراطور إمبراطورية تدمر بدال مملكة تدمر. طبعا متعني أنا هذا الشيء، عارف فاهم قصة اللعبة، وحبيت أني أخليها تمشي بسرد قصصي محاكي للواقع. زي مشاهدين ماكم بالطويلة، الأحداث نارية جدا صراحة. الحلقة اللي راحت ودنا نبدأ في الوضع، يعني طبعا في واحد قال كنسل التجارة مع بلمز عشان إذا هجمت عليهم ما يطيح السمعة. هو شوف أنت فكر فيها، لو كنسلت التجارة مع بلمز يعني تحتاج 9 ادوار لين تقدر تهجم عشان ما تطيح السمعة، فالسمعة كذا كذا طايحة. هل بتأثر بشيء؟ هل انا ملزم باي علاقات دبلوماسية؟ طبعا لا. ممكن تخلي الوضع مضروب يعني. اوكي، I fear you have chosen a path after too much war. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. We will walk different roads then. Like carrion birds, your enemies may now circle. Okay. أهم عقد اللي هو عقد ميثاق عدم اعتداء، إنه ما يكون في ميثاق عدم اعتداء. بعدها تقدر تهجم عليه. Okay. Commander. مثال يعني. دقيقة بوريكم. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. يبغى لنا كم دور يعني. التجارة ممكن نهاجم وهي موجودة، لكن أهم شيء ما يكون في ميثاق عدم اعتداء. نكنسل ميثاق عدم اعتداء. هذا الشيء طبعا حيضع الدولة الجوثية هذه في خطر، لأنهم الآن في حرب ضد روما. روما ما عندهم إلا مدينة واحدة بس، ما أدري كم جيش ظاهر عندهم. فمهم جدا أنك يعني تحسب حساب الأمور هذه. أيضا عندنا بلمز مسوي قروشة، بلمز حنشينا إن شاء الله بالجيشين هذه. عندنا طبعا أسطول بحري ضخم، وعندنا جيش، ومفروض أيضا جيش آخر. فهذه ثلاثة جيوش، الأساطين البحرية والجيوش حتخش على بلمز في معركة قوية جدا. نستعيد بلمز منهم بعد ما نضرب بلمز. الجيشين ذيك المفروض انها تنزل تحت هنا مع الاسطول البحري، او تطلع فوق وتضرب جوثي. انا صراحة ودي انهي جوثي بسرعة، سيطر على الجزيرة هذه كاملة، المنطقة هذه كاملة، منطقة رومانيا القديمة، رومانيا اليوم اسمها طبعا، واكون انا قريب من روما يعني. اوكي، يعني ودمر روما طبعا، اكيد بكل تأكيد وبدون ادنى شك يعني. لازم ادمر روما عشان اقدر اواجه بعدين قلك روما او روما القلكية يعني. هذا هي الخطة وما فيها. الشيء اللي كنت بقول اعزائي المشاهدين انه يعني برضو لازال في صعوبة باللعب، ما هو شيء سهل يعني. صح الفرس كانوا مشكلين صعوبة، ولكن الفرس كانوا في جهة واحدة. ان الان نتكلم عن حروب في الشمال، حروب في الجنوب، عندنا العرب زعلانين نوعا ما، ف
ودنا صراحة نحرر الموضوع ذا، فهنطلع جيوش جديدة معناته. وأتحدث عن الجيش اللي موجود تحت عند سبأ في منطقة مسقط، وبتشوفون إيش قصدي بالكلام ذا. حنحارب على 3 جبهات زي العادة. طيب، اكتشاف جاسوس. طبعا التقرير اللي جاء قبل شيء تقرير الأحزاب السياسية ساعدتهم طاح اتجاهي. إننا بنثبط تثبيط، التثبيط باللغة العربية الفصحى يعني تثبيت، ولكن أتوقع تثبيت بس بشكل أقوى. عندنا زينب حاضرة وبقوة في المنطقة هذه، بدنا أنها توقف وتطلع فيلة من هنا. استمر بالتقدم إلى الأمام. أوكي. الناس طبعا في المنطقة هذه زعلانين لكن مبسوطين بحضور الجيش. الناس زعلانين لا مبسوطين في المنطقة هذه. أوكي. طبعا عندنا نزيد إنتاج الحرير ولكن ليس الآن. ليش ليس الآن؟ بعلمكم. عموما خلينا نشوف المزة هذا. أقسم أحد الشعوب الأثيوبية أو الحبشية القديمة. طبعا هنا عندنا اسطول بحري. بلمز زعلان. بدنا نجي من هنا. بدنا نضرب الدور الجاي. حننزل من هذا الشاطئ على الجزيرة. وهبلات بدنا أيضا يجي بسرعة ما يضيع وقتنا. اوكي خليها معركة بدون جيوش زيادة على الفاضي. اوكي وش عندنا بعد يا حلوين؟ المنطقة هذه لازم ننتبه لها. اوكي ولو هي مكشوفة صراحة عشان خطوط التجارة اللي بينه وبينه هنا في الله. انا خايف منه صراحة ابدا. اذا ناخذها ونوديها باتجاه جاليكروم او جاليكروم. طيب عزيزي شديد ممكن نبدأ الحرب يعني الآن ضد هذا شو اسمه. سودنا الجاسوس يكون واقف في المنطقة هذه. مش فيه ما مشى اللي مسافة قليلة. حلوين الجاسوس هذا طبعا أو الجيش هذا عفوا قلنا لكم يثبت الأوضاع في الجزيرة العربية لأنه ما نثق فيهم. طبعا أفضل وقت لتدمير سبأ هو الآن هذا الوقت يعني. إلا إذا تأكدنا من رضوخ العرب يعني. شلون رضوخ العرب يعني سمعتنا تتحسن معهم. هذا الشيء ما أعتقد أنه ممكن يصير يعني. خصوصا سبأ جرها علاقتي معه ما أدري إذا هي في تحسن ولكن لا سالب 1 ليست في تحسن. سبأ سالب 33 ينقص كل دور. فهذول عالم يعني مجبور أن يجلدهم في حين أو في آخر يعني. أوكي فما هو شيء بيدي صراحة يعني. هذول الشعوب سالب 33 سالب 17 موري مدري ميوري لازم نجلدهم. ناسامونس سالب 20 علاقة كل ما لها تسوء. وهذا سالب 70. فعموما يعني حيطلع جيش ثاني هنا إن شاء الله أو في منطقة مصر. سنودي جيشين هنا يبدون من مكان واحد. نضرب جرهاء وسبأ واحتمال كبير حمير إذا ما قدرنا نحافظ عليه يعني مع المدن اللي عنده ورا هناك. وبعدين نتفاهم يعني بس نشوف عاد. We will see. مبدئيا Welcome I suppose. No do not sit. That is for Romans and friends. You for now will stand. رحت عندها يعني طريقة اللعب اني ارسلت مرسول يتحدث مع مرسول الرومان او قائد الرومان. فقال لي نو دو نوت سيت يعني لا تجلس. الجلوس فقط للضيوف من الرومان والاخرين اللي ما ادري من هم. انت خلك واقف. فهذا يوضح لكم مدى العلاقه السيئه بيني وبين جالك روم. لكن نو وريز لا داعي للقلق. الامور طيبه صراحه ولكن نحتاج إلى جيش في المنطقة هذه.
يطلع لنا سانيتيشن. اوكي هنا والله العظيم يا اخي ما في معلوم من اي كلام. هذا نفر ممكن اطلع جيش في المنطقة دي. احتاج جيش في المنطقة هذه زي ما شدين يضرب يضرب كذا. فمشوار صراحة. طلع الجيش هنا. بنبغى مقاليع. ما في مبنى مقاليع. عم شيل بس جيب مبنى مقاليع. اوكي دورنا المستوى الثالث. ايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا كافلري هيفي كافلري. آه ليش لا صراحة. سكيرمشرز نجرب. احنا خسرانين شيء. الفوت طبعا عندنا ممتاز. الغذاء ودنا يعني بياخذ. ظنكم اي والله الاسر اليهوديه لهم قائد. عنده مهارات بطله صراحه. جنرال يهودي. طيب 12% مسافه المشي. يا الهي بس انهم ما في امل نعطيهم جنرال. احتمال اصلا ندمرهم. اللاتينيين ممكن. هذولا ما اتوقع. الاسر ذي ما ادري شو اسمها. اللاتينيه ممكن. هي مهارات جميلة جدا للجنرالات. بعضهم مهاراتهم بدائية يعني توهم بدين. بس الستيتمنت تبع اليهود أعوذ بالله عنده أشياء بطلة صراحة. 5% chance of fading enemy agents. 14% chance of wounding enemy agents. 16% مسافة مشي. Eastern culture influence. جيب نبدأ بواحد جديد عشان يعطيه مناصب ما يكون مرة قوي. يعطيه طبعا وحدات صدمة قوية جدا مدرعة. بيكون قائد الجناح الوسطي للحرب ضد غوثي. مهمته جدا مهمة. استثمر في الدخل لهذه الفترة. نبني على خفيف. جاهزة لمصيبة قادمة. طبعا جيش زينب ما ننسى انه جاي بالطريق. الطريق يا صاحبي. علاقات دبلوماسية سمع بطلة. ايش باقي؟ الان في نسبة 70% يحصل انقلاب الدور الجاي. بس ما ادري من مين بالضبط. من اليهود وهذولا. نشوف شلون بينقلبون يعني. وين بيظهرون؟ ما عندهم مناطق. كل الحزبين هذولا ما يملكون اي مناطق يعني. شلون بينقلبون؟ نشوف الدور الجاي ايش بيصير. الى الان انا ما يعني ماني داخل اي حرب. بس بنشوف يعني. في جيش ظهر في مدينة اثينا. أهم مدينة في اللعبة. مدينة مهمة جدا جدا جدا. عندي حلفاء كثير. طيب The need for cavalry. احتياج للخيالة والفرسان. قلك بغض النظر عن قوة الجيش التي تمتلكها حاليا. Some have drawn attention to the fact that your cavalry lacks strength and number. أحد القادة والعساكر في الجيوش لاحظوا أنه في قلة اهتمام بالجيوش أو الوحدات الفرسان والخيالة. فوش نطور؟ هل نطور
يعني تجنيد الفرسان horsemanship, a focus on horsemanship and increasing the effectiveness. لا مو 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 تجنيد الفرسان, وإنما تطوير الفرسان نفسهم, تدريبهم حيث نزيد خبرتهم زائد 2 في جميع المناطق, أو نقلل تكلفة الفرسان. كثرة تغلب الشجاعة زي ما شايفين, نحتاج جنود زيادة, بالتالي نقلل تكلفتهم. مش عندنا بعد هنا, هذه ضبطناها. المفروض الآن الدخل يزيد والسعادة تزيد في جميع المناطق, والتحول الثقافة اللاتينية وزيادة 20% من جميع المباني الصناعية. هذا تطوير مهم جدا, يبيننا عزيم شديد نمشي على هذا التطوير. سالب 100% public order penalties due to local presence of foreign cultures. لا 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 لا, لا. يا عمي يقعد يقعد, هنحسن هذه. اوكي دورين دورين, اوكي. تحسين العلاقات الدبلوماسية زائد 20 مع الدول الأفريقية والعربية, وزائد 20 مع الدول الشرقية. هذا الشيء نحتاجه الآن بأكثر من قبل, لأنه العرب زعلانين علينا, بنحسن علاقتنا معاهم. زعلانين لأننا ضربنا مسقط وخذنا المصدر اللي فيها مصدر الرصاص, فزعلانين. جرهاز زعلانة, سبأ زعلانة, من حقهم. في زيادة سكانية في المنطقة, هذه ما يستدعي تطوير. وبناء لمصانع أو مباني ثقافية على حسب وش ينقص المنطقة هذه. ينقصها غذاء بكل تأكيد يعني. حقيقة بالحقيقة طيب والله العظيم يا أخي ما في أي مبنى هنا يزيد الغذاء, لكن sanitation يعني. هذا المباني الترفيهية مباني الصفرة, هذه مباني ترفيهية لكن تزيد الدخل بشكل غير طبيعي, بس تزيد الحرمية في نفس الوقت, ولا أحب أمشي عليها أبدا. هذه ما أدري شو وضعها, هذه للسفن, جميلة للسفن هذه. تبي تكون عندك أساطيل البحرية قوية جدا تمشي على هذه المباني. هنا التدريبات, والله حيرانا صراحة, لكن أنا بنزيد الدخل بهذه المباني, مباني الذهب, مصانع في بالميرا. الوضع السمبتيك, لكن كأنه جاني تقرير لا بالميرا بالميرا الأمور طيبة إن شاء الله, لكن عندنا شوية حرامية. أمور طيبة, المنطقة هذه فيها مشاكل بالغذاء. طيب هذا ينقص الحرمية, هذا ينقص الكوادر جديد. اوكي نبي مزرعة جديدة اذن, او شيء يزيد الفود. اذكر في مبنى هنا يزيد الفود, اي هذا الشراين, هذا الشراين رهيب موجود هنا هو. اوكي ما اقدر امشي عليه, لكن جميل جدا. ممكن نمشي عليه, كنا بنبني مزرعة بعد.
عندي مزرعتين. طيب جاسوس، تكفى يا جاسوس. مشغولين مشغولين في الحرب. جمع جيوشه أخينا في الله. Not into those waters. Keep a weather eye open, men. طيب نخلي الأسطول البحري هنا. بدنا نطلع له وحدة. يا ساتر، شبه ال 838. وش ذا القوة ذي؟ لا والله مو مرة قوية. اعتبر قوية. جميلة الوحدة هذه صراحة. سوردزمان. والله جميلين مرة صراحة. زول كوادريم مرشنري. والله جميلة جدا الوحدة هذه. مواصفاتها بطلة. أنا عندنا طبعا وحدات جميلة جدا، بس الأرمر حقها مو مرة قوي وعددهم مو كثير زي هذه. 120 رجال في الوحدة الوحدة. وحدة جنرال. نسلم على أقسم. الحالة جيش واحد مروق قاعد وعندهم فيلة. يا إلهي وش ذا الفيلة؟ شكلها يختلف. أخس ضد الحرارة. مواصفات مواصفات شيخ جيب بلنكسس خليجي. ضد الحرارة، ضد التعب من الصحاري، يعني ما عند ما يتعب بالصحراء. عنده خاصية رن أموك، يعني تنهبل إذا صار تحت الضغط، بالتالي تدعس أي واحد قدامها. عندها خاصية سكير الرعب، ترعب اللي قدامها وما ترعب. يعني واحدة بطلة مرة. هاي دمج لارت أمانت في هيت بوينتس أفريج مورال. جميلة الوحدة هذه ملشنيني أفريكان. طيب إذا جت قدام المقالية حقتي بنشوف شلون تصمد. كيف الهياط؟ عزام شاهدين ضبط النفس في المنطقة هذه. ما ودي أخش في الحرب، ودي أشوف الانقلابيين إيش يسوون. ضبط النفس، ضبط النفس. نعطي شوية جنود الجيش ذا زيادة. الرماة حقنا أبطال. ولو أني ودي بسكيرمش صراحة. اللعب فيهم مقرف سكيرمش. متعب فعلا. خلها جمال. نبي جمال، ما نبي إلا جمال. انهي الدور يا حلوين. السعادة موجودة ومرتفعة في جميع مناطق. ممكن اعطيهم مناصب اروقهم. ما في الا كذا اسيطر عليهم بالمناصب والاشياء. نعطيهم جنرالات. عموما ايش ذا الاسرة اللاتينية؟ هذا الجنرال الجديد. اوكي طيب عزام شاهدين انهي الدور. جميل صراحة. اوه والله نسيت. يا الله نسيت. يا الله نسيت احرك زي نب. انا اسف. انقلاب وين؟ وين هذه؟
نصر الفارسي يقول انقلبوا ضدك. اهو تشوفون شيء يا شباب؟ انا ما اشوف اي شيء، كلها حقتي. يتبي حتى ماني في حرب. حلو والله، يعني اذا ما عنده مناطق انقلابهم يكون ضحك. ما في شيء. طيب جرها، طبعا علاقتك مع الدول اللي انت مسوي معاهم تجارة تحسن مع الوقت، وانا مثبتها بوجود جيش اصرف عليه من الميزانية بس عشان اسكتهم. العرب زعلانين، فلازم ننسيهم مع الوقت الشيء اللي صار المسقط، نكسبهم خصوصا حمير لانه في حرب جاية ونبغاهم يفزعون. علاقتي جدا بطلة مع القبائل البدوية الفارسية اللي سيطرت على الحضارة الساسانية وتحولت من حضارة الى بادية. حيخشون معايا وحيكونون اهم حليف ضد غوثي. بلمس حيطير الان، انضرب السمعة، والحمد لله الله فكنا من الاسر المدري وش اسمه هذيك. الان انا محمي العشر ادوار من اي انقلاب. يا سلام يا سلام، هذه حلاوة الامبراطورية عزيزي المشاهدين، ما عندك اي مشاكل. يقول لك في اعداء ما ادري منهم دمر، شوف على طول دمر. ايه جاء تقرير ثاني انه الانقلابين تدمروا. اوكي طلعوا وتدمروا، شلون ما ادري، ما عندهم مباني. اذا انزعلوا وانسحبوا. حلو حلو الحركة، انا شلت هم صراحة لكن الحمد لله فكنا الله. يا سلام، ابغاكي تجين هنا تتغلغلين في عمق غوثي. اقسم بالله انك بطلة. طيب خليكي. تعال هنا يا صاحبي. Disembarking now. Fleet for honor and glory. Sound the drums. The ship cannot go there. We hunger for battle. أوريك الشغل أنا كيف. خلهم. الله يا صاحبي ما ادري، بس تعال هجوا لي هنا، هجوا لي تاج في مكان ثاني ذا الجاسوسة. بس شكرا الله، نثبت السعادة في المنطقة هذه اعزائي المشاهدين بحضور الجيش. الجيش هذا ودنا نبنيه زيادة وزيادة. طيب صيافين كم؟ هذا مش ليجنير، فالمين ليجنير هات. بس ممكن ما عندنا وحدات. خلاص عطني من الرخيص، عطني اي شيء. طيب طيب يا حبيب، جيش هذا حيح من المنطقة هذه. وقع جيش زينب، طبعا ما راح يشارك ضد بلمز اكيد، فهو حيكون في المنطقة هذه لانه يا حلوين ودنا ندمر ميوري. اي نعم ولو انه ما احتاج، والله ما احتاج، حتى اقسم ما احتاج اني اقرب اضيع وقتي معاهم صراحة. اذا بدمر بدمر ناسامونس. Come my friend speak
We are men of words, and so serve our peoples. استخدمهم في الحرب ضد نوميديا وقالكروم والطقة هذه كلها يعني. أوكي. ممكن استغله فارقة بالشيء هذا يعني. بس لأنه بلمز مكروه من الجميع. بلمز مكروه من الجميع فلازم أدمره. كلنا نكره بلمز تقريبا ما عدا أقسم يعني. والله بالعكس ما حد يكره، أنا اللي أكره. جرها يحبه. أدمره. طبعا علاقتي مع بلمز صارت جدا سيئة. هذا الشيء حيكسبني سعادة ميوري. لو هجمت يعني. بنشوف بنشوف والله صراحة. زينب ما أدري كيف بس. وديها مصر. طيب عزيزي المشاهدين ننهي الدور. طيب في جيش ظهر هنا الآن منطقة ثراسيا، في حرمية في المنطقة دي، محاولة اغتيال من الأسر اللاتينية ضد أحد جنرالات الأسرة تبعنا، بس فشلت المحاولة، ولكن الجنرال أصيب. إيش رأيكم نعين الأسر اليهودية؟ ما في أمل. طبعا الأخ المحترم ده مرة خايف. عندهم وحدتين قوية. باقيين أبو كلب. We hunger for battle. None will escape. We take this settlement for Rome. Ready for orders. All hands to the oars. Ready for battle. You will march till your feet bleed. Assalam. ناس هنا فرحانين طبعا. السمع طاحت بالأرض أعزائي المشاهدين، which is good. اي حلو. نحتاج منطقة هذه نعزز الحضور. الحرمية كثير 46. نبي نعزز دخل اول شيء، وبعدين الحراس ضد العساكر. طبعا السمع طاحت بالارض، هذا شيء مو حلو. ولكن نتحمل. ايش رايكم نستغلها بس نفتح الجبهة وخلاص بدل مضيعة الوقت. طبعا زعلانين اكيد بلا شك.
سمع طاحت بالأرض. أنريلايبل. ولكن أعطيت فرصة للحلفاء أنهم يبدون بالتحرك. هذا جيش. أي هذا المدينة راحت. يب المدينة هذه بتروح تدخل 1400. الجيش هذا المفروض يتحرك يضرب هذا الجيش. جميل. رأيكم نعزز لهم؟ جيش زينب. فيلا ممتاز. حلو ننهي الدور. دخل مرة زفت منطقة دي سالب 10 من المعركة والأسر مبسوطين. نعطي مناصب. طيب ننهي الدور. سياسة خطيرة جدا طبعا اللي اتبعتها، ولكن ما في وقت صراحة. يعني اني ما ابغى ابدا حرب ضد شعب والثاني يغدر فيني وزي كذا. فاذا ببدا حرب ابدا حرب بنفس الوقت مع الشعوب كلها. حلو الحين ناخذ المدينة هذه. الجيش ذا قريب نجيبه عند حنجيبه عند هنا مدينة هنا. طبعا في جيش ثاني هناك قروش حيتحرك لي سفينة. طيب جيش ثالث جيش رابع ايضا رجع. اوكي عرفت الجيوش وين. I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer made to an honorable foe. معركة بلمز أعزائي مشاهدينا، بنرضخ الفارقة ونشيلهم من هذه الجزيرة ونسيطر عليها لأنها جزيرة مهمة جدا في الحرب ضد غوثي. تعطيني أكسس دخول من الجهة الجنوبية ضد غوثي. جايب لهم أنواع المقاليع طبعا. أنواع هم برضه عندهم عدد كبير جدا، بس حندكهم دك بي يعني قبل ما يوصلون عندي 3/4 جيشهم بيكون محروق يعني. أوكي غير السفن اللي حتيجي حتسوي شغل المفروض يعني. فحنكون قريبين من الساحل عشان السفن ما تنزل على الأرض، تكون على الساحل وتشيلهم شيل يعني. بنزل ممكن اسطول واحد يعني الوين. فحنكون قريبين من السفن على الساحل دفاعين بكل ما تعني الكلمة من معنى. ترينجا هذه orders understood. Are you ready and waiting? Swords. Ready and waiting. Melee infantry. Your orders. Missiles awaiting targets. سكير مش هرز نمرة واحد هنا. Orders. Our orders as you command. مقالي أعزائي المشاهدين عندنا طبعا الجاينت باليستا.
باليستا الضخمة اللي المفروض مسافة اطلاقها عالية جدا مخيفة. شوف لين وين مسافة اطلاق، يعني كيف الحال؟ وتكون في الوسط صراحة. Siege artillery at your command. Ballista. By your command. شوف الحجم كيف، شوف الكبيرة شوف الصغيرة. ولا شيء المقاليع دي. شوف الحجم. فرق. تكلم عن امبراطورية تدمر يا حبيبي، انت الان تتعامل مع ناس ما يلعبون. السوردز هنا. بالضبط. What are your orders? Battle, front. We await your orders. Ready and waiting. The eyes of the Senate and all Rome are upon us. Our reinforcements have arrived. We are their defenders. More than that. Our Roman gods are watching. Make sure they are not ashamed. Yeah! Regina, come here, Belemus. ظنك مدينا نهبل فيهم من هنا؟ ما اعتقد. سلام. سرع الوقت اعزائي المشاهدين، عندنا وحدات بلمز. يا حليلهم. اخس العدد والله كثير، هم طبعا اظنهم اكثر مني بكثير يعني، لكن العدد ما هو كل شيء. يا رجل ذا المقلاع. طبعا ما اقدر اطلق طلقات نارية، بس متفجرة، ومتفجرة جميلة جدا ضد المشاة يعني. طبعا رجعوا هم عارفين في مقلاع، وغير انهم شافوا الاساطيل البحرية جاية، ما ادري متى بيهجمون. نتفرج عليهم. الجيوش جاي بالطريق، ممكن اخلي الجيش حقي ينزل الاسطول. يب نزلهم، اللي نقدر عليه ننزله، واللي ما يقدر ينزل يجلس بالبحر.
السلام. طيب ما ادري اذا الجيش بيجي او لا، بس ما اتوقع جاي هو ولا والله ما ادري. جيب الرماة هنا. هل الوحدة دي تنزل؟ حرك يا صديق. والله ما انت بسهل يا تدمر. وجت الجيوش يا حلوين. انا بيهم يحرقونه. سرع الوقت اخر شيء، خلي المزز ذول يتحركون. شوفون الجنرال وين اخر واحد. اتوقع في قوات هتجي من هنا. سرع الوقت. مقاليع بالتصدي، طلقات متفجرة، طلقة شوي. طبعا عدد طلقات المقاليع الكبيرة ذي نفس طلقات المقاليع الصغيرة ذي. للأمانة ما ود انهم يطلقون على ذولا، على الرماة. ودي انهم يطلقون على المشاة. الرماة انهم مخصصين لمسافة اطلاق طيبة. عندنا هنا رماة ايضا مسافة اطلاقها لا بأس. مقاليع ما طلقت شيء. نبغاهم يتقدمون، ما نبغاهم يخافون. تعال 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 حياكم الله. هذا اللي نبغاه، تشيل المقاليع الصفه هذه يعني. الوحده الحديديه لازالهم يتحركون. إلى الآن ما شافونا ترى، ما هم فاهمين إيش السالفة. بس إحنا نبي نضرب هنا، نسرع الوقت آخر شيء. نبي الوحدات هذه تخش في مجال إطلاق. يا سلام، سووا لهم صفهم عاد. يا حلالك الكمبيوتر. رخص
اتفرج بس. اطربني اطربني. المقلاع الكبير قاعد يتكلم، قاعد ينغم. ونشوف فيه وحدات هنا. We have discovered the enemy's hidden units. اعطوه الدبوه. طلق هذه طلقات سامة. اضرب هنا المقلاع، اضرب متفجر هنا. بس في واحد ناوي يستذي بيجي من الجهة ذي. الرماة هنا شغالين في الوحدة هذه. كيف انا من جنرال زد؟ ادري شلون ضربناه الزبدة. شكلها جيشين او ثلاث جيوش. ظاهر قصد من الجيش ذا. الجنرال ذا. في هنا واحد قاعد يستذيب. شكله جنرال بعد. نسوي فيه جرية. Your command. Riders advance. Giant bullets. We have discovered the enemy's hidden units. جمال طبعا تخوف الخيول. نجلدهم الجنرال حقهم لهناك ذا. ارفزوا لي الوحدة ذي بالله. مقاليع شو عم تعمل؟ بدأ يتحركون بقوة وبسرعة. The enemy general is dead. كفو ارجعوا. Ready for orders. لا لا ترجع، لا ترجع. تعالوا هنا. والله خلكم هنا. طب عليهم من الغابة. Quickly now. Orders. Elite Arthur. Commander. يا حبيبي. يا حبيبي ولا قدر يقرب. ايه عطهم. المقلاع شغال. شو الوضع هنا؟ One of our units has used all its ammunition. اطلق زي ما تبي، اطلق زي ما تبي. احد يتحرك، احد يتحرك على الجنرال حقهم، على الجنرال حقهم. Ready for orders.
units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. General. عندنا اختراق كبير في الجبهات هذه. نبطئ الوقت عزام شديد. نجيب الخيالة. طلع الجنرال من هنا. الجنرال هنا جبناه ورا. طلع من هنا بعد. وحدات الأمامية مرة تبقست نوعا ما، مو مرة يعني، لكن الوحدة هذه تبقست. نبغى هذولا دعسون ذولا. طيب وضع لا نحسد عليه، وصلنا الرمان شغالين فينا، احنا شغالين بجنرالهم اللي شوي يموت. وحدة الصدمة دي تجي تخش بذولة، تعال نخش بذولة. نلعبهم. One of our units has used all its ammunition. الجنرال هيطلع من هنا. جمال خشين في السبيز حقتهم. صفوف الأمامية انهارت. نقول لأخويانا انزلوا. ولسه في تعزات جاية. طيب. لا خلاص خلاص خليك. One of our units has used all its ammunition. جيب الجنرال حقنا هنا. هذا أقوى وحدة متبقسين فيها هنا، أقوى جهة. على أبطأ شيء بندمر ذول شويات. الوحدات هذه تبقست. خشينا مع الجنرال. الجنرال كم فيه؟ أفا. نشيل هذولا ندعمهم. أخلص ابن الحلال. طيب حلو. One of our units has used all its ammunition. الله ما شاء الله البايك مو بصحيح. نخش على ذا. نخش على ذا. نخش على ذا. نخش على ذا. وانت بعد
هذا خلص طلقاتهم. تعال انت شو وضعك؟ طيب صار الجنرال قاعد يتلاعب معاهم. حلو جيب الوحدة ذي. دفش أبوهم من هنا. حشرناهم حشر. One of our units has used all its ammunition. Charge! Missiles ready and waiting. And charge! Pike men awaiting orders. Javelin men! Prepare to engage! Elite archers! Ready yourselves! Sons of Mars! Pike men at your command! Charge! Warriors ready! Swords! The men are wavering. تعال الكتف ركس. تعال our men flee the field of battle. This is a shameful display. نجيب الجنرال هنا عزام شاهدين. جمال نحتاجه هنا. نصفي الوحدات الباقية. بجوهم دعس. روح روح روح. طار طار طار. لا توقف. خمسة وسبعين يا حبيبي. طيب وين الحق؟ طلقات عشوائية. من تطلق على دار الجمال باقي لكم. ياخذون خبرة. من في وحدات جاية زيادة. في عندنا برضه واحدة ثانية هنا اعزائي المشاهدين. هذه المعركة اخذت وقت كثير من الحلقة، احتمال كبير تكون اخر شيء. Ready to ride. Charge! Orders. One of our units has used all its ammunition. لا عيش عندك بالله اضرب ذولا. One of our units has used all its ammunition. Elite archers. يا حبيب قلبي. شايفين المجزرة شلون؟ By your command. دعس صار قبل ما يوصلون عند المقاليع، حتى لين المقاليع ماتوا. لكن ما وصل عندها مقاليع. طبعا ذي الكبيرة ثابتة مذبحة.
كل ما تعني الكلمة بمعنى نبلحقهم. هنا طبعا في زيادة جنود. الجمال ما شاء الله سريعين. شيل 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 شيل. عندك شيء ذيب ولا ما عندك؟ وفي لاحق واحد هنا. خله 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 خله. إلى 13 ذولا. أنت أبغاك. ما بقينا أحد من نسحبه. Our hidden units have been discovered. في وحدات هنا زيادة ولا ما في؟ تعال تعال تعال. تعبانين الجمال. شيل يا مدير. هنا وش السالفة؟ رمار رمار رمار. طيب الجنرال وينه؟ تعال. هذا تعتمد على الخيالة. في شيء هنا ولا ما في؟ نجيب الوحدات هذه نوقفها هنا. نسرع الوقت ولا ملحقونا وسط الغابة. وبعدين دوب طبعناهم. جنرال نبغى يشيل الوحدة ذي. يدورون ما يدرون يروحون. طبعا هذا مين؟ هذا وهب اللات. اخيرا شارك المعركة. انسحبت الوحدات المشاة. اوب سبرايز. يا حليلهم. بنتني يا حبيبي باقي وحدات ما خلصت. باقي شيء هنا. جنرال
نطرد ورا الوحدات اللي انهاشت. سحنا تعبانين مرة صراحة. جايينكم. اجري يلا. في شيء احد نصفيه هنا. يا الهي قفطناهم. يا سلام. ما بقالهم شيء اصلا. Our hidden units have been discovered. أعزائي المشاهدين أشكر لكم مشاهدتكم، نشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية من لعبة توتال وور روما 2 الاستراتيجية. مع السلامة.